خلوه ضاق. أصوات القنابل تعلو وروايح البارود تفوح في كل جبهات القتال في أوكرانيا. الجيش الروسي يقولها لا مكان للاختباء للجنود الأوكران. دخول باخموت رسميا إلى جيب بوتين دفع القوات الروسية لتكثيف ضرباتها في مختلف محاور المواجهة مع القوات الأوكرانية. الحصيلة تدمير 3 مستودعات لذخيرة مدفعية في منطقة زاباروجيا وخاركوف ودونيتسك. وفي دونيتسك أيضا أحد الجنود الروس أربك حسابات الأوكران بعد تسديده ضربة دمرت مستودعا لأسلحة الصواريخ المدفعية، بينما تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي من اعتراض 3 صواريخ مارس أمريكية وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية في دونيتسك ومنطقة خيرسون. وفي زاباروجيا خلط الروس الأوراق على الأوكران بتنفيذهم هجمات واسعة ألحقت بكييف خسائر باهظة في العديد والعتاد. وبالانتقال إلى الضفة الأخرى، تؤكد هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الروس ينهارون أمام جدارها الدفاعي، وقالت إن قواتها صدت أكثر من 45 هجوما للجيش الروسي على قطاعات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا. القتال مستمر والحسابة تحسب معدلات الربح والخسارة. هنا يخرج وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو معلنا أنه منذ بداية العام الجاري تم تدمير 59 مدفع هاوتزر من طراز M777 و13 مدفعا ذاتي الحركة من طراز بلدين و14 منظومة مارس أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 30 مدفعا ذاتي الحركة من بولندا وألمانيا وفرنسا وجمهورية تشيك. وهناك في كييف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني يلتقط سماعة هاتفه ويتصل برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية مارك ميلي ليخبره بأن الوضع الحالي صعب للغاية. وقبل أن يصرخ ميلي غاضبا أخبره زالوجني بأن هناك فرصة للسيطرة على الوضع طالما هناك اهتمام من الحلفاء بتعزيز أنظمة الدفاع الجوي واستمرارهم في توريد الأسلحة والذخيرة. يعني بالعربي الفصيح، هاتوا السلاح ونحن سنقاتل. حسنا، لا تقلقوا أيها الأوكران. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن تخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2,600,000,000 دولار. حصلتم على النقود والسلاح، ولترتفع معنوياتكم أكثر، ها هي دول الناتو تناقش استعداد الطيارين الأوكرانيين لتشغيل مقاتلات F-16، وربما تحصلون على هذه الطائرات في المستقبل القريب. المساعدات في طريقها والسلاح متوفر، لكن السؤال الحقيقي، هل سيجدي كل هذا الدعم نفعا؟ خطوة انتحارية. الذهاب إلى نقطة لا عودة مع روسيا هو ما يفكر به زيلينسكي. الرئيس الممثل يتجه في شن هجومه المضاد عكس البوصلة، لم يقرر استعادة باخموت أو دونيتسك أو أي إقليم آخر. لا أيها السادة، زيلينسكي ينوي شن هجوم مضاد للاستيلاء على القرم. إنها الخطوة الانتحارية الأخيرة. ها هو الخبير العسكري الأمريكي دانيال ديفيز يعتبر خطط الرئيس الأوكراني زيلينسكي بشن هجوم على القرم لن تؤدي إلى شيء إلا استنفاد القوات الأوكرانية وانهيارها بالكامل. فهو يرى أن أوكرانيا ببساطة ليس لديها مئات الآلاف من المقاتلين الجاهزين للقتال، وأن أي هجوم عسكري نشط بغض النظر عن نتائجه سيؤدي إلى خسائر لا يمكن تعويضها، ولا حل إلا بتدخل بري من الناتو لاستعادة أجزاء من الأراضي الأوكرانية. ويبقى الأفضل
الأفضل والأسلم هو البحث عن مخرج دبلوماسي يوقف هذا الصراع وفق رؤية ديفيز. الدعم المستمر من الحلفاء هو ما يجعل أوكرانيا تبحث عن حل عسكري، ولم يقتنع نظام كييف بأن الأسلحة التي تتدفق إليه لن تقلب المعادلات العسكرية في الميدان. وكيل وزارة الدفاع الأمريكية السابق ستيفن بيريان أكد أن اعتماد أوكرانيا على الدبابات الألمانية والبريطانية والأمريكية سيجعل مصيرها مظلما، والسبب أن تلك الدبابات سوف تتحول إلى رماد لعيوبها الفادحة وتفوق السلاح الروسي. فما هو الحل يا ترى؟ هدية بوتين النووية. تعيش روسيا في سباق مع الزمن، أو إذا صح التعبير في سباق مع الناتو، فكل دقيقة محسوبة في تسليح الصديق الوفي. وزارة الدفاع البيلاروسية تتسلم هدية بوتين منظومات صواريخ إسكندر إم التي يمكنها استخدام الصواريخ التقليدية والنووية. ليس هذا فقط، بل إن بعض الطائرات الهجومية البيلاروسية من اليوم وصاعدا أصبحت قادرة على شن ضربات بصواريخ نووية. احتفاء بهذه الهدية، بعثت وزارة الدفاع البيلاروسية طواقم من قواتها المسلحة إلى روسيا للتدرب على استخدام الصواريخ النووية التكتيكية لمنظومة الصواريخ إسكندر إم. الدفاع البيلاروسية أكدت أن القضايا الرئيسية التي ستتم دراستها ستكون زيادة تحسين المهارات العملية في إعداد نظام الصواريخ للاستخدام والتدريب على نشره وإجراء عمليات إطلاق تدريبات قتالية. السؤال هنا، هل سيكبح بوتين جماح الناتو من أي تدخل عسكري في أوكرانيا بعد نشر أسلحته التكتيكية النووية في بيلاروسيا؟ اجتماع طارئ. على عجلة من أمرهم، وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون في بروكسل على رأس موسكو، اجتماع سيكون ما بعده ليس كما قبله. ليؤكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو أن اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل قد يدفع العالم إلى حرب عالمية جديدة بسبب الأزمة الأوكرانية. وأشار سيارتو إلى أنه من المهم للغاية ألا يشارك حلف الناتو في الصراع الأوكراني، على وجه الخصوص ألا يزود كييف بالأسلحة ليتجنب الصدام المباشر مع روسيا. الاجتماع لم يمر مرور الكرام، فقد تجمهر عشرات الأشخاص ولأول مرة بالقرب من مقر الناتو للاحتجاج على تصرفات الحلف تجاه الصراع في أوكرانيا، مطالبين بعدم دفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. هل سيعمل الناتو بهذه المطالب أم إنه سيفعلها ويتدخل عسكريا لإنقاذ أوكرانيا؟ آخر المستجدات. بعد اتهامه ب34 تهمة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن بلاده ذاهبة إلى الجحيم وبايدن سيقودها إلى حرب عالمية ثالثة. صداقة هذين الرجلين تصيب هؤلاء بالصداع. نعم، فقد صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بأن التقارب بين روسيا والصين يقلق القادة الأوروبيين. وفي أمريكا الوسطى، زلزال بقوة 6.6 بمقياس ريختر يضرب المنطقة قبالة السواحل الجنوبية لبنما، ولم ترد تقارير عن أي إصابات أو أضرار. متابعينا الأعزاء، شاركونا بآرائكم في التعليقات.